بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي طلبة وطالبات الصف التاسع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم درس على الهواء. درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون درس إملائي، وهو الهمزة المتطرفة. درس إملائي جميل جدا، أيضا راح يكون إن شاء الله خفيف عليكم، ما في أي صعوبة. بداية سنجعل هذا الدرس جولة بحرية، طبعا مجانية إن شاء الله، على متن سفينة السلام، وراح نمر على عدة إن شاء الله محطات، يعني مثل ما ظاهر لديكم. المحطة الأولى إن شاء الله ستكون من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء السويق. طبعا خلال هذه المحطة راح نحقق هدف من أهداف الدرس، وهو أن يتعرف الطالب على المقصود بالهمزة المتطرفة. يعني من ننتهي من المرحلة أو المحطة الأولى سوف ننتقل إلى المحطة الثانية إن شاء الله، وسوف تكون من ميناء السويق إلى ميناء صحار، أيضا مجانية، والهدف إن شاء الله منها أيضا أن يحدد الطالب مواضع الهمزة المتطرفة. والمحطة الثالثة بإذن الله تعالى سوف تكون من ميناء صحار وحتى ميناء خصب محافظة مسندم، وإن شاء الله أيضا الهدف الذي سوف نحققه من هذه الرحلة أن يوضح الطالب سبب كتابة هذه الهمزة المتطرفة. يعني طبعا في آخر الرحلة ستكون هناك جوائز ومسابقات، وأيضا التقويم الختامي هي عبارة عن أسئلة ونماذج وامتحانات نهائية. طبعا عزيزي الطالب انتبه معي، الأمثلة التي أمامك، ولكن قبل أن نتكلم عن هذه الأمثلة راح نتذكر الهمزات اللي درسناها في الصف الثامن أو الصف السابع. درسنا همزة القطع وهمزة الوصل كما تعلمون، وأيضا الهمزة المتوسطة. طبعا الهمزة القطع وهمزة الوصل مثل ما ظاهر معكم، همزة القطع وهمزة الوصل درسناها في الصفوف السابقة، همزة قطع وهمزة وصل. طبعا هذه مثل ما تعلمون أن كانت أو تأتي في بداية الكلمة. والهمزة المتوسطة مثل ما عارفين على أن من اسمها تأتي في وسط الكلام، في وسط الكلام تأتي في وسط الكلام. لكن موضوعنا لليوم هي همزة متطرفة، يمكن الاسم غريب عليكم، ولكن راح إن شاء الله نتطرق عليها ونعرف تفاصيلها من خلال الأمثلة ومن خلال التجارب التي سوف تمر علينا. ولكن نتذكر همزة القطع وهمزة الوصل كانت تأتي في بداية الكلمة، والهمزة المتوسطة وواضح من خلال مفهومها على أنها تأتي في وسط الكلمة مثل القطع وغيرها، والمتوسطة واضح جدا أيضا. إذن عزيزي الطالب نركز على الأمثلة، وطبعا مثل ما عارفين أنت محور حديثنا اليوم عن الهمزة المتطرفة. الهدف الأول إن شاء الله راح يكون أن نتعرف على الهمزة المتطرفة هذه، وين موقعها، بمعنى أين تأتي، هل هي في بداية الكلمة، نهاية الكلمة، آخر الكلمة، وسط الكلمة أيضا. راح نرى، نركز على الأمثلة ونركز على الكلمات التي أو الكلمات المهموزة. المثال الأول: جلست على شاطئ البحر. طبعا الكلمة الملونة هذه كلمة شاطئ، أو الكلمة المهموزة كلمة شاطئ. المثال الثاني: يسير الطفل بتباطؤ. طبعا كلمة تباطؤ
مثل ما عارفين كلمة تباطؤ بها أيضا أو كلمة مهموزة. بدأ العام الدراسي الجديد، كلمة بدأ، ممتازين. أيضا العين جزء غال علينا فلنحافظ عليها، جزء أيضا كلمة مهموزة. نتأمل هذه الكلمات أو الكلمات الملونة عزيز الطالب، تأمل فيها، ماذا تلاحظ في رسم الهمزة؟ تأمل جيدا، ماذا تلاحظ؟ هل هذه الهمزة التي في الكلمات الملونة باللون الأزرق، هل هذه همزة تأتي في بداية أو أتت في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، في نهاية الكلمة؟ ركز عزيزي الطالب. إذن من خلال هذه الكلمة راح نعرف عن قاعدة إملائية تخص الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة مثل في كلمة شاطئ في المثال الأول، وكلمة تباطؤ في المثال الثاني، وكلمة بدء في المثال الثالث، وكلمة جزء في المثال الرابع. ما موقع الهمزة في الكلمات الملونة؟ لاحظ عزيز الطالب، الهمزة ما موقع الهمزة بهذه الطريقة؟ لاحظ جيدا، ما موقع هذه الهمزة؟ إذن هش بتكون الإجابة؟ أتت في آخر الكلمة. إذن من يعني من بيعطيني قاعدة إملائية تخص الهمزة المتطرفة. بإمكان أن أي طالب يعرف هذه الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة بإمكان الطالب أيضا يعرف هذه الهمزة. الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تأتي في نهاية الكلمة، أو هي الهمزة التي تأتي في آخر الكلمة. أيضا بإمكان أي طالب أو طالبة يعبر بتعريف آخر بأسلوب الخاص، ولكنه لا يخرج عن مضمون التعريف. يعني بإمكانه أن يقول لو يعني أتى سؤالا في الاختبار، عرف الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تقع أو تأتي في آخر الكلمة. طالب آخر بيعرف بتعريف آخر، هي الهمزة تأتي في نهاية الكلمة، أيضا سوف يعتبر هذا الجواب جوابا صحيحا. الهمزة المتطرفة تأتي في آخر الكلمة. إذن واضح جدا ولا تتغير القاعدة على أن الهمزة المتطرفة تأتي في آخر الكلمة، عكس همزة القطع تأتي في بداية الكلمة، وهمزة الوصل في بداية الكلمة، والهمزة المتوسطة واضح من خلال عنوانها وتعريفها على أنها تأتي في وسط الكلمة. جميل جدا. إذن نحن الآن فهمنا وحللنا المقصود بالهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة مثل ما عرفنا أنها تأتي في آخر الكلمة، مثل ما واضح معاكم في الكلمات التي جاءت في المثال أو الأمثلة السابقة: شاطئ، تباطؤ، بدء، جزء. واضح يا طلاب؟ جميل جدا. الآن راح ننتقل عن موضوع أو انتهت الرحلة الأولى وحققنا الهدف، تعرفنا على الهمزة المتوسطة أو المتطرفة هذه بمعنى أنها تأتي في آخر الكلمة. الآن باغي نعرف أو سوف نعرف مواضع أو حالات كتابة الهمزة المتطرفة. معنى مواضع بمعنى مكان هذه الهمزة، بلا شك هي تأتي في آخر الكلمة، لكن المقصد من مواضع أو حالات هل أنها تأتي منفردة، هذه الهمزة مثلا تأتي منفردة
فقط بهذه الطريقة يعني، أم أنها تأتي على حروف أو حرف معين أو حروف معينة أو كل الحروف؟ راح نلاحظ من خلال هذه الأمثلة أو هذه الكلمات التي أمامك. ركز عزيز الطالب. قارئ، كلمة قارئ طبعا بلا شك أنها بها همزة متطرفة جاءت في آخر الكلمة. موضع هذه الهمزة، موضع هذه الهمزة موضعها على الياء أو ما تسمى كرسي الياء. أول موضع من مواضع الهمزة هو الياء. الكلمة الثانية تكافؤ، أيضا بها همزة متطرفة. واضح معاكم أن الهمزة المتطرفة هي التي تأتي في آخر الكلمة، مثل كلمة تكافؤ، كلمة تكافؤ. لاحظ عزيز الطالب، هذه موضع هذه الهمزة في كلمة تكافؤ على ماذا وضعت؟ على حرف الواو. جميل جدا، حرف الواو، ممتازين. الآن على الكلمة الثالثة، كلمة مبدأ، أيضا مثل ما تكلمنا على أنها بها همزة متطرفة، وين موضع هذه الهمزة؟ إنها على الألف، ممتازين. إذن هذه المواضع. ننتقل إلى الكلمة الأخيرة أو كلمة ضوء. لاحظ عزيزي الطالب، كلمة ضوء هل بها همزة متطرفة؟ نعم، بها همزة متطرفة أتت في آخر الكلمة. ماذا تلاحظ على هذه الهمزة عزيزي الطالب؟ ماذا تلاحظ؟ هل أتت على حرف من الحروف مثلا الياء أو الواو أو الألف؟ لا، فإنها جاءت على السطر. هذه الهمزة جاءت على السطر، أعتذر منكم من الخط. إذن لاحظ عزيزي الطالب، نحن تكلمنا بالبداية عن تعريف الهمزة المتطرفة، هذه تأتي في آخر الكلمة. الآن تكلمنا أو تحدثنا عن مواضع الهمزة المتطرفة، مواضع بمعنى مكان هذه الهمزة تأتي في آخر الكلمة، لكن هل تكتب على حروف؟ نعم، تكتب على حروف أو أيضا تأتي على السطر، مثل كلمة مثلا الياء الحرف. هذه طبعا القاعدة لا تتغير، الهمزة المتطرفة تأتي على هذه الحروف، على كرسي الياء، كرسي، كرسي الياء أو الواو بمعنى الواو أو الألف أو السطر. وراح نلاحظ من خلال الكلمات الموجودة أعلى بالأعلى هذا. ركز، كلمة لؤلؤ، كلمة لؤلؤ نعم بها همزة متطرفة، أيضا بها همزة متطرفة جاءت على الواو، إذن هذه كلمة لؤلؤ. كلمة ملجأ، ملجأ أيضا بها همزة متطرفة وجاءت على الألف. كلمة بؤبؤ على الواو. وكلمة مبتدئ على كرسي الياء. وكلمة عبء على السطر. وكلمة نشأ على الألف. وكلمة جزء على السطر. ولاجئ أيضا على كرسي، كرسي الياء. ممتاز. إذن مواضع، ركز معي عزيز الطالب، مواضع أو حالات كتابة الهمزة المتطرفة، هذه المواضع لا تتغير، ثابتة أو قاعدة إملائية لا تتغير. المواضع أي أنها هذه الهمزة تأتي على كرسي الياء، تأتي طبعا بلا شك في الكلمة، في نهاية الكلمة، وتأتي على كرسي الياء أو الواو
أو الألف أو على السطر مثل الأمثل التي أمامك. الآن واضح معاكم مواضع هذه الهمزة المتطرفة. نتكلم الآن بعد ما انتهينا عن مواضع الهمزة المتطرفة هذه، راح ننتقل إلى سبب كتابة الهمزة المتطرفة هذه. ما سبب كتابتها؟ بمعنى يعني لماذا نكتبها على كرسي الياء، ولماذا أيضا نكتبها على الألف، ولماذا نكتبها على الواو، ومتى نكتبها أيضا على السطر؟ بمعنى ما سبب كتابتها؟ يعني هل في قاعدة إملائية؟ نعم، قاعدة واحدة مهمة عزيز الطالب، لازم أن تركز في هذا الموضوع. فائدة هذا الدرس لكي لا تقع في أخطاء إملائية أثناء الكتابة، مثلا تتردد هل سوف أضع هذه الهمزة المتطرفة على كرسي الياء في هذه الكلمة أم على الألف أو الواو أو الياء. الموضوع سهل وجميل وفيه نوع من البساطة. الهمزة المتطرفة تتبع حركة ما قبلها، يعني عشان نحن، وهذه همزة، على كرسي الياء. طبعا متى نكتبها بهذه الطريقة على كرسي الياء؟ ركز عزيز الطالب، متى نكتبها على كرسي الياء؟ نكتبها إذا سبقت هذه الهمزة أو الهمزة على كرسي الياء إذا سبقها حرف ويش؟ مكسور. حرف مكسور، واضح؟ متى نكتب نحن الهمزة المتطرفة هذه على شكل كرسي الياء؟ عندما تسبقها حرف مكسور. ومتى نكتبها على الواو؟ متى نكتب الهمزة المتطرفة هذه على الواو؟ إذا لاحظت أنها سبقها حرف ويش؟ مضموم. حرف مضموم، واضح القاعدة؟ بدينا بالكسرة، متى نكتبها بالألف هذه أو الياء على كرسي الياء إذا كان أو إذا سبقها حرف مكسور؟ ومتى نكتبها على الواو إذا سبقها حرف مضموم؟ ومتى نكتبها على الألف؟ عزيز الطالب من يفكر؟ ومتى نكتبها على الألف إذا أتت أو إذا أتى حرف قبلها ويش؟ مفتوح. حرف مفتوح والسكون أيضا. متى؟ عندما تأتي الهمزة على السطر. عندما تأتي الهمزة على السطر، حين نحن مثلا استخرجنا ثلاثة قواعد. أول شيء، القاعدة الأولى تقول على أن الهمزة المتطرفة تأتي في آخر الكلمة. القاعدة الثانية، مواضع هذه الهمزة تأتي على أربعة حالات أو أربعة مواضع. الموضع الأول تأتي على كرسي الياء، ثم الواو، ثم الألف، ثم على السطر. الآن تكلمنا عن سبب كتابتها، بمعنى متى نكتبها بهذه الطريقة، متى نكتبها على كرسي الياء. إذا مثلا أعطاك الأستاذ كلمة مثلا تباطؤ، كلمة تباطؤ، لماذا كتبناها على الواو؟ هذه الهمزة المتطرفة على الواو، لماذا كتبناها على الواو؟ السؤال، لماذا كتبناها على الواو؟ السبب مثل ما تكلمنا هني، الهمزة المتطرفة تكتب بهذه الطريقة على حسب الحركة التي قبلها. مثلا تباطؤ، شوفوا كلمة الطاء هني أو حرف الطاء، ما به؟ ضمة.
إذا لابد أن نكتبها هذه الهمزة المتطرفة هذه على الواو، ولا نكتبها على الألف أو على كرسي الياء، لأنها سبقت بحرف مضموم، سبقت بحرف مضموم. إذا القاعدة، لو جينا الحين على القاعدة، قاعدة سبب كتابتها، أربعة قواعد. الهمزة المتطرفة، لاحظ عزيزي الطالب، الهمزة المتطرفة تكتب على كرسي الياء، تكتب الهمزة المتطرفة على كرسي الياء إذا سبقت بحرف مكسور، وتكتب الهمزة المتطرفة على الواو إذا سبقت بحرف مضموم، وتكتب الهمزة المتطرفة على الفتح أو على الألف إذا سبقت بحرف ويش؟ مفتوح. والسكون هنا إذا متى تكتب على السطر؟ عندما تكون أو سبقها حرف ويش؟ ساكن، حرف ساكن، مثل ما تفضلنا في الكلمات السابقة. إذن عزيزي الطالب ركز الحين على هذه القواعد، قواعد لا تتغير، ثابتة على أن الهمزة المتطرفة تكون في نهاية الكلمة، أيضا مواضعها تكون على أربعة مواضع أو حالات، تأتي على كرسي الياء، الألف، الواو، وعلى السطر. سبب كتابتها، الجميع اتفق على أنها سبب كتابتها بسبب الحركة التي قبل الهمزة، الحرف الذي قبل الهمزة وليس الهمزة. نحن ما نتكلم عن حركة الهمزة، لا، نتكلم عن الحرف الذي سبق الهمزة. مثل ما تفضلت وقلت على أن الهمزة تكتب على كرسي الياء إذا سبقها حرف مكسور، وتكتب على الواو إذا سبقها حرف مضموم، وتكتب على الألف إذا سبقها حرف مفتوح، وتكتب على السطر إذا سبقها حرف ساكن. لو الحين طبق عليك وكجدول أمامك الآن، ومعك مجموعة من الكلمات، عزيزي الطالب ركز شوية في هذا النشاط، نشاط جميل، هي مجموعة من الكلمات بها همزة متطرفة، راح نتكلم عن موضع هذه الهمزة وسبب كتابة الهمزة المتطرفة. إن كان الطالب أيضا يعني يجاوب بنفسه الآن، ركز. الكلمة بها همزة متطرفة، كلمة تكافؤ. نعم، هذه شوف، حلل إجابتك بالطريقة الصحيحة. لو طلب منك في الاختبار مثلا، هل هذه همزة متطرفة؟ نعم، أنا درست أن الهمزة المتطرفة هي التي تقع في آخر الكلمة، هذه بلا شك أنها همزة متطرفة، هذه الهمزة المتطرفة، إذا صحيح. موضع الهمزة المتطرفة، حدثني الأستاذ على أن موضع الهمزة المتطرفة أربعة مواضع، إما أن تكون على كرسي الياء أو الواو أو الألف أو على السطر. ماذا تلاحظون يا عزيز الطالب؟ وين موضع هذه الهمزة؟ طبعا واضح على الواو. الآن ما نأتي على سبب كتابة الهمزة. كتابة الهمزة بمعنى الحين، هذه الهمزة لماذا كتبناها بكلمة تكافؤ على الواو؟ فكر، لماذا كتبنا الهمزة المتطرفة هذه على الواو في كلمة تكافؤ؟ ليش ما كتبناها على الألف؟ ليش ما كتبناها على كرسي الياء؟ ليش ما كتبناها على السطر؟ ماذا تقول القاعدة؟ ركز أو ارجع إلى موضوع القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة تكتب هذه الهمزة على هذه الحروف على حسب حركة الحرف الذي قبلها، حركة الحرف الذي قبلها. مثلا أتذكر القاعدة تقول إذا جاءت الهمزة المتطرفة على الواو، إذا جاءت الهمزة المتطرفة على الواو، سبب كتابتها على الواو لأنها سبقت بحرف مضموم. تكافؤ، شوفوا على الفاء هذه فيها ضمة، تكافؤ، تكافؤ. السبب أني بإمكان الطالب يعبر بطريقته الخاصة، لكن يوضح وما يخرج عن مضمون السبب.
بمعنى أن هي علل سبب، يعني كأنك ويش تعلل سبب كتابتها. سبب كتابتها كتبت الهمزة المتطرفة على الواو لأن سبقت بحرف مضموم. قاعدة واضحة ما تتغير أبدا، لأنها سبقت بحرف مضموم، فعلا هذا الفاء وهو مضموم. نأتي على الكلمة الثانية أو المثال الثاني، نبأ. كلمة نبأ هل بها همزة متطرفة؟ نعم، هذه الهمزة المتطرفة. ركز عزيزي الطالب، كلمة نبأ موضع هذه الهمزة، تكلمنا عن مواضع الهمزة مثل ما تطرقنا على مواضع الهمزة. هذه مواضع الهمزة أمامك، كرسي الياء، الواو، الألف، السطر. ما موضع الهمزة هنا؟ طبعا على الألف. السؤال، لماذا كتبناها وعلل سبب كتابتها على الألف هذه الهمزة؟ لماذا كتبناها بهذه الطريقة؟ طبعا السبب بسبب الحركة الحرف الذي قبلها، بسبب حركة الحرف الذي قبل الهمزة. طبعا نتكلم عن الحرف وهو حرف الباء قبل الهمزة هذه، ما حركته؟ انطق. نبأ، نبأ، بأ، إذن الفتحة. والقاعدة تقول متى نكتبها على الألف؟ إذا سبقت بحرف مفتوح. إذن السبب واضح بيكون، لأنها أو لأنها سبقت سبقت بحرف مفتوح. ممتازين، القاعدة واضحة. دائما الدروس الإملائية والدروس النحوية تمشي على القاعدة، تحفظ القاعدة، تركز على القاعدة، ثم تقوم بالإجابة على حسب القاعدة التي تعلمتها من الأستاذ أو من الكتاب بالطريقة الجميلة. كلمة بارئ، كلمة بارئ ركز معي، بها همزة متطرفة. ما موضع هذه الهمزة؟ ركز معي يا عزيز الطالب، ما موضع هذه الهمزة؟ يعني من مكانها؟ على كرسي الياء، أيضا تسمى الياء أو كرسي الياء أو نبرة الياء، كرسي الياء. ممتازين، لاحظ على حركة الحرف الذي قبلها، بارئ. ها الراء هنا ما به، مكسور. إذا لماذا نحن كتبناها على كرسي الياء؟ لأن الحرف الذي سبقها حرف ويش؟ مكسور، حرف مكسور. بإمكان أيضا هنا في السبب أن الطالب يعبر بطريقته الخاصة، يوضح، يعني ما تتقيد على كلام معين خلاص ما يتغير، لا، بإمكان أن الطالب في الاختبار يعبر بتعبيره الخاص، ولكن لا يخرج عن مضمون نطاق التعريف هذا. مثلا بإمكان طالب من الطلاب أو طالبة من الطالبات أن تعبر السبب، يعني سبب كتابة الهمزة بهذه الطريقة لأن ما قبلها حرف مضموم، لأنها سبقت بحرف مفتوح، لأنها جاءت أو جاء الحرف الذي قبلها مكسور. بهذه الطريقة يكون السبب واضح للمعلم وأيضا للمتابعين. الكلمة الثالثة الحين أو الرابعة، هذه كلمة شيء، وبعض الطلبة يخطئون في هذه الكلمة، ولكن دائما نحن نذهب للنطق الحرف الذي قبلها، فإذا كان مضموم فإذا نكتبها همزة متطرفة على الواو، فإذا كان مفتوح نكتب الهمزة المتطرفة على الألف. هذا شوف كلمة شيء، يعني كلمة شيء، شيء
هل هذه أو الحرف الذي قبلها قبل الهمزة هذه الياء ماذا تلاحظون على الحرف؟ هل هو مضموم؟ شيء؟ لا، هو ساكن. وماذا تقول القاعدة؟ إذا أتى الحرف الذي قبل الهمزة ساكن، حرف ساكن، إذا نكتب الهمزة على السطر. الهمزة هنا أتت على السطر، على السطر. واضحة جدا. إذا السبب بإمكان أيضا الطالب، أعتقد أن الصورة واضحة الآن. السبب يذكر السبب. السبب لماذا كتبناها على السطر هنا في كلمة شيء؟ لأنها سبقت بحرف ساكن، أو لأن الحرف الذي قبلها جاء ساكن. الحرف الذي قبلها جاء ساكن، هذا تعبير مثلا آخر وهذا تعبير آخر، ولكن في النهاية هو الإجابة تكون صحيحة، لأنه عبر على الحرف الذي قبل الهمزة. أيضا من الأسئلة التي تأتي في الاختبارات النهائية، صوب كتابة الهمزة المتطرفة فيما يلي. صوب بمعنى يعني عدل هذه الإجابة، احتمال فيها خطأ، فهني يوضح لك الخطأ. يعني صوب كتابة الهمزة المتطرفة، هو يتحدث عن الهمزة المتطرفة. طبعا هني عليك تطبيق مبادئ الإسلام. طبعا هني الهمزة المتطرفة ويتكلم عن الهمزة المتطرفة. طبعا هذه الهمزة المتطرفة هني بمعنى هل هذه الإجابة صحيحة؟ هل هذه الكتابة صحيحة؟ هل يحتاج إلى تغيير أم لا؟ دائما عزيز الطالب لما تقرأ السؤال، قراءتك للسؤال هي نصف الإجابة. قراءتك للسؤال يعني بالطريقة الصحيحة هي نصف الإجابة. دائما أنصحكم بأنكم لا تستعجلوا في قراءة السؤال في الاختبارات والامتحانات، ودائما أيضا الأسئلة الموجودة في الكتاب المدرسي تقرأها بالشكل الصحيح. مثل ما يقال قراءتك للسؤال هي نصف الإجابة. صوب كتابة الهمزة المتطرفة، مثل ما قلت أن الطالب بإمكانه أن يحلل هذا السؤال. صوب بمعنى أنا أصحح هذا الخطأ الموجود في كتابة الهمزة المتطرفة. أنا بحثت عن همزة متطرفة الكلمات ما حصلت غير كلمة مبادئ. كلمة مبادئ، طبعا هني كلمة مبادئ هني مكتوبة الهمزة هني على السطر. هل أنا الحين كلمة مبادئ، ركز معي، هل هذه الكتابة صحيحة؟ وطبعا هو يتكلم عن الهمزة المتطرف، طبعا كتبها الهمزة على السطر. لكن إذا رحنا نحن على القاعدة اللي تعلمناها على أن متى نكتبها على السطر، ومتى نكتبها على كرسي الياء، ومتى نكتبها على الألف وعلى الواو بالطريقة الصحيحة، نكتبها على حسب حركة الحرف الذي قبلها. لما تنطق كلمة مبادئ ماذا تلاحظ على الدال هني؟ ها، مبادئ، د كسرة، لاحظ عليها كسرة. إذن ما هي الكتابة الصحيحة بتكون حال هذه الهمزة؟ هل هي على السطر؟ لا، مبادئ على كرسي الياء، مبادئ الإسلام، مبادئ الإسلام، هذه الكتابة الصحيحة. هني وش في الاختبار مثلا تكتب نفس الشيء، عليك تطبيق مبادئ الإسلام، عدل هذه من الهمزة على السطر واكتبها بالهمزة على كرسي الياء، مثل ما اتفقنا ان الحين رحنا على القاعدة الموجودة في الكلام السابق اللي تكلمنا عنه، القواعد أو متى نكتبها على كرسي الياء وبالطريقة الأخرى. يعني أيضا عزيز الطالب أمامك هني جملة أو فقرة جميلة
أيضا هذه راح تعرفنا على الكتابة الصحيح. مثلا طلب منك أن الأستاذ أو المعلم أنك تضع في الفراغ هذا الحين الذي أمامك على الشاشة، في فراغ تضع الهمزة المتطرفة على صورتها المناسبة. مثلا هل بتضع مثلا هل في النقاط هذه بتضع همزة متطرفة على الواو، على الألف، على كرسي الياء لما تكتب أو تقرأ هذه الأشياء؟ دائما الموضوع سهل، تمشي أو نمشي على حركة الحرف الذي قبلها، قبل الهمزة، ويكون الأمر سهل جدا. بدأ الأمر أو بدأ الأمر، لاحظوا على كلمة بدأ، هني أنا لازم أحط فيه همزة متطرفة، لكن أنا متردد هل أن أضع هذه الهمزة المتطرفة على الألف أو الواو أو كرسي الياء أو على السطر. أتذكر القاعدة مع المعلم على أن نحن نركز على حركة الحرف الذي قبل الهمزة. يعني أنا متردد، ولكن اتذكرت قاعدة المعلم يقول أن إذا جاء الحرف الذي قبل الهمزة مفتوح، إذا أنا أكتبها الهمزة على الألف. لاحظني هنا الحرف مفتوح فعلا، إذا أضع هني ويش همزة متطرفة على الألف. ما السبب لو سألك أحد الطلبة أو المعلم لماذا كتبتها بهمزة متطرفة على الألف؟ ما السبب يعني؟ فالسبب واضح، قل له على أن أتى هنا الحرف الذي قبل الهمزة حرف مفتوح، حرف مفتوح، والقاعدة تقول في اللغة العربية إذا سبقت إذا كتبت الهمزة على الألف فإن الحرف الذي قبلها جاء ويش مفتوح، جاء مفتوح. طبعا ننتقل إلى النقاط هنا أيضا، املأ الفراغ بالهمزة المتطرفة، يبقى تملأ هذا الفراغ بالهمزة المتطرفة، ولكن ما حدد لك هي همزة تضع، لكن لما تقرأ وتشوف حركة الحرف الذي قبله بتلاحظ على أن هني الراء لم يجرؤ. ماذا تلاحظ على الراء؟ مضموم. إذا هوش الحرف المناسب وما هي الهمزة المناسبة هني؟ همزة المتطرفة ولكنها على الواو. ما السبب؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لأن أتى الحرف الذي قبلها ويش؟ مضموم، الحرف الذي قبلها مضموم. وأيضا نفس الشيء في كلمة بتباطؤ، أيضا ألف أو واو همزة على الواو. أيضا تحت ضوء القمر، ضوء هني ساكن، إذا هني بيكون على السطر، على السطر. أيضا من الأسئلة المتوقعة في الاختبارات، ركز عزيز الطالب، من الأسئلة المتداولة دائما في الاختبارات النهائية والامتحانات النهائية، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. كلمة مرفأ، ركز، كلمة مرفأ كتبت الهمزة المتطرفة على ألف، فعلا هني الهمزة المتطرفة، دائما قبل لا تجاوب حلل هذا السؤال، كتبت الهمزة المتطرفة على ألف لأن الحرف الذي قبلها جاء ويش؟ تذكر القاعدة، متى نكتبها على الألف؟ إذا جاء الحرف الذي قبلها ويش؟ طبعا مفتوح، هذه الإجابة الصحيحة. طبعا راح أعرض عليكم نماذج من الأسئلة الامتحانات، ركز معي، دائما في نماذج من أسئلة الامتحانات، علل ما يأتي، علل يعني تذكر للسبب، وطبعا الأسباب بسيطة جدا. ب مثلا رسم الهمزة المتطرف، علل كتابة أو رسم الهمزة المتطرفة على ألف في كلمة ملجأ. أيضا بإمكان أن الطالب يعبر بتعبير صحيح، كتبت هني الهمزة المتطرفة في كلمة ملجأ على الألف لأنها سبقت بحرف مفتوح، ملجأ جاء، هذه سبقت بحرف مفتوح. كتابة الهمزة المتطرفة على الواو في كلمة التنبؤ، ها من يركز لماذا كتبناها على الواو؟
عزيز الطالب، لماذا كتبناها على الواو الهمزة المتطرفة؟ دائما نمشي على الحرف الذي قبلها بو. إذن مضموم، كتبت الهمزة المتطرفة هنا على الواو لأنها سبقت بحرف مضموم. أيضا من الأمثلة، أيضا استخرج كلمة بها همزة متطرفة من الفقرة السابقة، مثلا أحيانا يأتيك في الاختبار. هذه مجموعة من الأسئلة، ولكن حان وقت انتهاء الوقت. أتمنى أنكم استفدتوا في هذا الدرس، درس إملائي جميل، وأيضا راح يفيدنا في أثناء كتابتنا للجمل وغيرها من الأمور في حياتنا اليومية. أشكركم ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح، وأنصحكم بالجد والاجتهاد والمثابرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.